أهلا مرحبا، جاهزة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الآن إن شاء الله على بركة الله نبدأ. تمام. تفضلي. لكن قبل تبدأي خليني أشارك هالفيديو مرة أخرى لأنه ما كنا نسجل. لحظة. تمام، تفضلي. زيد فضلك. لحظة. اقبلي الحضور لو سمحتي. وردت كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأماني سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم بالجديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم بالجديد بالعزيمة سوف تصحب النجاح والانتصار مهما طال الليل حتى سوف يأتيك النهار بالعزيمة سوف تصحب جميلة جميلة جدا الأغنية والفيديو روعة. تسلم إيدك يا حبيبي. تسلم إيديك. هذا عملته على الكانفا، بتمنى إنه نال إعجابكم. أهلا وسهلا فيكم. ونترككم الآن مع صديقتنا الرائعة خبيرة مايكروسوفت من جمهورية مصر العربية اللي راح تديرنا اللقاء. تفضلي يا أستاذة مروة عامر. تفضلي. طبعا أنا مش هقدم زي حضرتك، تقديمك روعة يعني. بس انا اقدم بسرعه برضه عشان ما نعطلش الناس و... ماشي اتفضل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام كده الشاشه. تمام. الفيديو ده البسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون واستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا يعني إن لكل صدقة، إن من صدقة العلم نشره وتوصيله للجمهور دون عناء. لذا يسر فريق نحن المبادرون نحو القمة بقيادة الأستاذة شوقية حوارة خبيرة مايكروسوفت العالمية والمدربة الدولية بتقديم ورشة عمل نحو الواقع المعزز والواقع الافتراضي بيقدمه لنا الأستاذ حسن الفراش. طبعا هو غني عن التعريف. الأستاذة شوقية حوارة مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة
مدربة دولية وسفيرة منصات عديدة، خبيرة مايكروسوفت العالمية، مدربة معتمدة من مايكروسوفت. طبعا ده ما يجيش حاجة طبعا في علمها، طبعا أنا مش عارفة كتير عنها، بس هي غنية عن التعريف وهي علم ومش محتاجة أصلا إن احنا نعرفها. الأستاذ حسن الفراش، الصورة دي قديمة معلش. الأستاذ حسن الفراش أستاذ الرياضيات الثانوي التأهيلي، معلم خبير من مايكروسوفت، مدرب معتمد من مايكروسوفت، حاصل على شهادات MOS اللي هي مايكروسوفت أوفيس سبيشاليست من مايكروسوفت في الإكسل والباوربوينت والوورد، وطبعا فليتفضل مشكورا. السلام عليكم شكرا. ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. أهلا أستاذ، وشكرا لك أستاذة مروة، شكرا لك. لكن أريد أن أضيف بعض الأشياء إن شاء الله. زي ما تفضلت الأستاذة مروة، نرحب بفريق نحن المبادرون نحو القمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أرحب بكم كل باسمه ولقبه. أنا مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة شوقية حواورة من فلسطين الحبيبة، خبيرة مايكروسوفت العالمية. إن شاء الله أستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ خبير مايكروسوفت العالمي الأستاذ حسن الفراش من المملكة المغربية، ليقدم لنا الورشة التدريبية بعنوان الواقع المعزز والواقع الافتراضي في التعليم إن شاء الله عبر هذه المنصة التي جمعتنا في جائحة كورونا التي جعلتنا افتراضيا لننهل من بحر العلم إن شاء الله. فنرحب به، وكما تفضلت الأستاذة مروة عامر مرة أخرى، هذا الأستاذ أستاذ حسن الفراش هو أستاذ مادة الرياضيات بالثانوي التأهيلي، وحاصل على لقب معلم مايكروسوفت الخبير لسنة 2021-2022، وهو مدرب خبير مايكروسوفت، وحاصل على عدة شهادات مثل الوورد والإكسل والباوربوينت وما إلى ذلك. فنرحب به مرة أخرى، وأرحب بكم كل باسمه ولقبه، وأرحب بزميلتي الغالية خبيرة مايكروسوفت الأستاذة مروة عامر من جمهورية مصر الحبيبة، ميسرة هذا اللقاء. فإن شاء الله الله نبدأ على بركة الله، وأهلا وسهلا بكم. تفضل أستاذ حسن، المايك معك. تسلمي أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في البداية أوجه شكري وامتناني للأستاذة المقتدرة والمدربة العالمية الأستاذة شوقية حواورة، منسقة فريق نحن المبادرون نحو القمة، على الدعوة الكريمة. وأشكر كذلك، يعني كل مرة أذكر بهذا، لأنه لولا كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن الشكر أوجهه إلى المديرية الإقليمية التي أنتمي إليها، وعلى رأسها الدكتورة وفاء شاكر التي منحتنا رعايتها، وهي التي فسحت لنا مجال الاجتهاد وأعطتنا الحافزية. ولولا في الحقيقة لولاها لما وصلت. أنا كنت مجتهد ومتتبع وحضرت العديد من الورشات مع إخواني في الفرق في كثير من الدول العربية مثل تونس، مصر، سلطنة عمان، الأردن، ولكن لولا أنها أعطتنا تلك الانطلاقة لما كنا في هذا المكان الحمد لله.
وبالنسبة إلي لست أفضلكم ولا أزيد عنكم علما، إنما كما يقال رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهذه مقولة يعرفها أصحاب الدراسة الإسلامية. يعني قد يكون الإنسان يحمل فقها ولكن إذا بلغه ونشره فإنه يجد من يفهم أكثر منه ويزيد ذلك المقال معنى وتدبرا إلى غير ذلك. إذن نبدأ العرض إن شاء الله، سأشاطركم وتقاسم معكم الشاشة الآن. هل الشاشة واضحة؟ فقط أحرف اسمك أستاذ. نعم سأعيد. نعم شارك الشاشة بأكملها. ظهرت الشاشة الآن. أستاذ حسن. أستاذ هل تسمعنا؟ لا يوجد صوت. صوتك مكتوم يا أستاذ، افتح المايك. ما في صوت يا أستاذ. السلام عليكم. نعم عليكم السلام، الآن ظهر الصوت، ظهرت الشاشة، لكن على الكنفرزيشنز، على المحادثات. نعم اعمل مشاركة لنافذة أو للشاشة بأكملها. نعم نعم الآن ظهرت. نعم تمام الآن تفضل. الحمد لله. إذن كما راح يعني لاحظتم في الإعلان أن العنوان هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز واستعمالهما في التعليم. إذن قبل ذلك هذه يعني تعريف للأستاذ المحاضر، قد سمعتموها من الأستاذة مروى ومن الأستاذة شوقية، فقط علي أن أمرر هذه الشرائح، هذه الشواهد التي نتمنى لمن لم يحصل عليها أن يحصل عليها.
وكل شهادة تكون يعني ملحقة ببادج. إذن قبل أن ننطلق إلى دراسة ومعرفة الشق النظري ثم العملي لهذا الموضوع اللي هو الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وهناك واقع آخر اللي هو الواقع المختلط، سأريكم ما نود أن نحصل عليه في مخرجات هذا اللقاء. إذن كنت في أول دورة يعني أجريتها لمجموعة من الأساتذة حضوريا، وقد حصلنا على هذه النتيجة. إذن سأريكم هذا ثم هذا كذلك، هذا كله إن شاء الله يجب أن تحصل عليه وأن تحصلوا عليه في آخر هذا اللقاء المبارك. إذن كما تلاحظون كانت صورة لكن أصبح كلبا حقيقيا، ولكن في الحقيقة هو يعني خيالي ينبح أو لا ينبح، يسمع له الصوت، وكذلك الغصن غصن الشجرة وعليها نمل، كل هذا كان يعني فقط صورة، فإذا به أصبح واقعا افتراضيا يعزز واقع الحقيقي. وكذلك صورة أخرى وفيديو آخر نحاول إن شاء الله أن نشرح كيف نحصل على مثل هذه الحية المتحركة. بعدما كانت صورة بطاقة، صورة على ورقة، النتيجة كما ترون. وهذه كذلك، أريد الحضور الكريم أن يعني يلاحظ أن خلف هذا القرد وهذه النحلة على الجدار يوجد صورة لقرد وصورة لنحلة. لولا تلك الصور لما استطعنا أن نرى هاتين أو لا هاتين الكائنين. ثم هناك كذلك هذه الأستاذة، هي أستاذة علوم الحياة والأرض، وكانت قد حضرت للتكوين الحضوري وأعجبت كثيرا بهذه التقنية، وأخذت لها هذا الفيديو مع المجموعة الشمسية، وفي الحقيقة قد راقها هذا الأمر كثيرا، وقد أخذت إذنها لكي أريكم هذا الفيديو رغم أن وجهها لا يظهر، ولكن رغم ذلك أخذت الإذن منها فرحبت بذلك. هذه كذلك لقطة أخذتها، وهذا السبب فيه هو مكعب يسمى ميرج كيوب أو المكعب المدمج، وهناك من يسميه مكعب سحري. هذه توضح الصفائح التكتونية، وإخواننا الأساتذة الأستاذات والأساتذة لعلوم الحياة والأرض سوف يعرفون قيمة هذا الفيديو وقيمة هذا الشيء. عندما نقول فيديو فإن التلميذ يمكنه أن يرى هذا بأم عينيه، يعني كما ترونه أنتم سيراه التلميذ داخل القسم داخل حجرة الدرس. عندما نجحت التجربة بطبيعة الحال مع أولئك الأساتذة المتميزين الذين أجدد لهم الشكر، فكذلك كان لهم دور في هذا النجاح الحمد لله الذي حصل عليه هذا العرض.
نقلت التجربة إلى بيتي، وكذلك عليكم أن تنقلوها إلى بيوتكم هذه الليلة إن شاء الله. هذه أصغر بناتي، وهي هذه السلحفات البحرية. ولكن دائما أقول لكم لاحظوا أن على الشاشة على الجدار يوجد رالي سلحفات تشبه هذه، فقط هذه تتحرك، ويمكنك أن تحركها يمينا يسارا، تراها من الخلف من فوق من تحت، يعني كأنها في وسط الحجرة. هذه كذلك لقطة أخرى، هذه لقطة أخرى لسمكة تأكل من يد صغيرتي. ثم هذه كما تلاحظون نفس القرش الذي رأيتموه سابقا معي في داخل حجرة الدرس، أنا وفي البيت، يمكن أن يصحبكم أينما تواجدتم، ولكن شرطة أن يكون معكم مصلات أو ضطا الشاو، لا بد أن يكون. إذا لم يكن سترون نفس النتيجة، ولكن بالجوال تكون صورة صغيرة متحركة ولكن صغيرة جدا، لن تروها هكذا وسط القاعة. نعم نمر. هذا الفيديو الذي سترونه الآن هو فيديو عثرت عليه في يعني في اليومين الأخيرين، يؤرخ لهذه التقنية. هي في الحقيقة كانت متواجدة وكان يعرفها البعض، ولكن فقط عند بعض السوبر مارشي، يعني في الأسواق الممتازة كما ستلاحظون. سأتقاسم معكم صوت الشاشة.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيء رائع. إذا هذه هي مخرجات هذا العرض، والآن إن شاء الله باستطاعتكم أن تحصلوا على هذه النتائج. إنما العرض الحمد لله كنت قد توصلت إلى هذه النتائج، ولم أكن أرى ولم أكن أطلع على مثل هذا الفيديو الذي رأيتم داخل هذا السوق الممتاز. الفكرة وهي أنه هذه التقنية كانت معروفة عند الخبراء، وكان يعرفها فقط واحد قليل من الناس، لكن أصبحت الآن الحمد لله مشاعة بين عموم الناس، وستصبح هي لغة العصر، هي لغة السنوات القليلة القادمة. إذن سنصبر قليلا ونعرف إن شاء الله. فقط أردت أن أشير إلى نقطة، وهي لاحظتم أن هناك الناس يعني يأخذون صور بجانب فهد وبجانب رائد فضاء وبجانب حيوانات ديناصور إلى غير ذلك ويتلمسونها، لكن لولا أن شاشة كبيرة قد نصبت داخل هذا المتجر ويرون أنفسهم ويرون ذلك الكائنات، لم استطاعوا أن هم في الحقيقة لا يرون شيئا، لولا تلك الشاشة لما رأوا شيئا. سنشرح هذا إن شاء الله في الشق التطبيقي. بالنسبة للشق النظري، هو في الحقيقة قبل أن نتطرق إليه سنرى بعض العناوين. إذن الهدف من هذا الشق النظري هو أن نتعرف على هذه المفاهيم الثلاث، وهو الواقع المعزز. ما هو الواقع المعزز؟ ما هو الواقع الافتراضي؟ وما هو الواقع المختلط؟ هذه المفاهيم الثلاث غالبا ما نصطلح عليها بالرموز AR, VR و MR. AR بمعنى Augmented Reality، Reality بالإنجليزية، وبالفرنسية La Realité Augmentée. بالنسبة للمفهوم الثاني والواقع الافتراضي هو Virtual Reality، وكذلك الواقع المختلط هو Mixed Reality. إذن كتلاحظوا في الصورة، لاحظوا على اليسار هناك هاتف. إذن الواقع المعزز، سنبدأ إن شاء الله بالنقطة الأولى وهو الواقع المعزز سنفهمه، ثم الواقع الافتراضي، ثم بعد ذلك الواقع المختلط. بالنسبة للواقع المعزز لا بد لنا من ثلاثة مكونات أو ثلاث عناصر لكي نحصل على هذا الواقع. أولا علينا أن يكون عندنا بطاقة. لاحظوا صورة الفيل هنا خلف الهاتف، لعلكم ترون مؤشر الفأرة. إذن هذه البطاقة، ثم هاتف، ثم تطبيق. هذه التطبيقات سأمدكم بها إن شاء الله في الشق التطبيقي، ونحصل على ما رأيتم سابقا. إذن بالنسبة لأن هناك بعض التطبيقات التي سنراها إن شاء الله، نفس الشيء لاحظوا على الصورة في اليسار، توجد صورة يعني على ورقة، ولكن عند تسليط عليها تابلت اللوحة الإلكترونية بوجود تطبيق معين ومعروف نحصل على ما ترون. يعني هناك صورة للشمس وصورة لأشعة في الواقع. نعم. ثم سنرى بعد ذلك، أو لا قبل أن نتعرف على التعريف النظرية، وفي حقيقة التعريف سأتركها لكم لأنها موجودة على الملف وسأمدكم به دفعة واحدة، لا داعي إذن لكي نضيع الوقت مع قراءتها. إذن كما يقال الصورة خير من ألف كلمة، ولكن إذا كان الفيديو فهو ربما أكثر من ألف صورة وأحسن من ألف صورة. نعم، في الأسفل الشريحة كما تلاحظون توجد أدوات و يعني الأدوات التي بها سنتمكن من التعامل مع هذا الواقع، سواء الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي أو الواقع المختلط.
ثم ربما إذا يعني استطعنا والوقت كان فيه متسع، نستطيع أن نتعرف على بعض المنصات التي في الحقيقة هي التي تنتج هذه الموارد الرقمية التي بها نرى ما رأيتم سابقا. وفي آخر الملف تجدون بعض المواقع وبعض الملفات PDF التي ستجدون فيها يعني روابط ستساعدكم، لأن لن نستطيع أن نقول كل شيء في هذه اللحظات المعدودة. إذن كما رأيتم سابقا هذه الأسئلة الثلاث التي سنجيب عنها. إذن غنبدأ إن شاء الله، سأعطيكم فرصة لكي تسمعوا الفيديو ونناقشه يعني قليلا لكي نفهم الفكرة منه، ثم ننتقل إلى فيديو آخر إن شاء الله. إذن أترككم مع هذا الفيديو، وهو بالمناسبة يعني يصب ويريد أن يقرب لنا مفهوم الواقع المعزز، لأن كثير من الناس، وأقول الناس معناه الأساتذة، أتحدث عن الأساتذة والمعلمين وكذلك خلاص الطلبة، يخلطون بين هذه المفاهيم الثلاث. سنجليها ثم نمر إن شاء الله إلى التطبيق، إلى الشق التطبيقي. إذن أترككم مع هذا الفيديو. تخيل ماشي في بيتك وشايف كل الدنيا حواليك ذهب أو كل المكان نظيف، ومجرد ما تخلع النظارة ترجع للعالم الواقعي تاني. تعالوا نتكلم على التقنية بتاعة المستقبل، تقنية الواقع المعزز. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد نوار من قناة نوارين يوتيوب. بكل بساطة تعريف التقنية دي إن هي تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية. إيه الفرق بينها وبين الواقع الافتراضي اللي موجود حاليا؟ الواقع الافتراضي عكسها تماما، إن هو إسقاط أجسام حقيقية في بيئة افتراضية. نرجع للواقع المعزز بدون أي كلام ملعبك، اللي بيتم استخدامها سواء عن طريق موبايل أو عن طريق نظارة، أو تخيل عدسة لاصقة على عينيك. كل شركات الهواتف الذكية حاليا تتجه إلى تقنية الواقع المعزز عشان تدعم بها موبايلاتها في المستقبل، على رأسهم آبل، واللي أتوقع إن موبايلها الجاي يبقى فيه التقنية دي، وعلى رأسهم برضو شركات تانية زي جوجل، سامسونج، أمازون، وحتى فيسبوك. من فترة أطلقت آبل تقنية الواقع المعزز وأعطتها للمطورين، وعملوا منها تطبيقات رهيبة. تعال نشوف بعض التطبيقات اللي اتعملت. تخيل إن في تطبيق اللي هو تطبيق الباب الافتراضي. تخيل إنت بتخش من الباب تروح لعالم تاني خالص غير العالم بتاعنا، وبعدين ترجع تاني من الباب ترجع للعالم الواقعي بتاعنا. شيء والله رهيب. في تطبيق للقياسات. تطبيق القياسات بصراحة تطبيق رهيب جدا، بيخليك تقيس أي حاجة بدقة متناهية بالرغم إن تقنية الواقع المعزز لسه في بدايتها. التطبيق اللي بعد كده تطبيق بيتيح ليك إنك تتفرج على المنيو بتاع المطعم عن الأكل بشكل عام قبل ما تاكله أساسا. وكمان تخيل تقدر تلعب كمان بالتقنية دي، تلعب مجموعة مع أشخاص بيتخيلوا إن هما بيشوفوا طلقات وبيضربوا بعض. والله شيء رهيب بصراحة. تخيل بنلعب بالتقنية دي على كود أو باتل فيلد. شيء رهيب. تطبيق بيتيح ليك إنك تشوف أساسيات المنزل قبل ما تشتريها. عايز تشتري ترابيزة أو أي شيء بتشوفها مع الديكور، بتشوفها بمساحتها بحجمها الأصلي في المكان الغرفة المعين، والديكور المناسب ليها، وتغير في اللون وكل حاجة. الفكرة الأفكار رهيبة والأفكار كتيرة جدا، وده كان جزء بسيط من بعض الحاجات اللي بتتطور حاليا. وطبعا المطورين الكبار مش بيعلنوا أي حاجة لأن المنصة لسه ما زالت تجريبية. تعالوا نشوف بعض الأمثلة لتطبيق الواقع المعزز في حياتنا العملية. أول حاجة، بما إني كطبيب، نشوف تقنية الواقع المعزز في الطب.
انا اتخيل اشوف جسم الانسان التشريحي قدامي وكل العضلات وكل العظم وكل جسم الانسان قدامي، بل بتخيل اكتر من كده ان انا بشوف العمليات الجراحية قدامي كأنها بتتعمل قدامي، والبطن بتتفتح او اي عملية بتتفتح واشوفها قدامي. شيء رهيب، مجرد تخيله حتى خليني متحمس للتقنية دي في اقرب وقت. تخيل الواقع المعزز في التعليم، تخيل التعليم بتقنية الواقع المعزز، ان انا بدل ما أعطي فيديوهات تعليمية أو حتى كلام نظري بحت، أعمل التعليم بشكل واقع معزز، إنك تشوف كل حاجة بتتعلمها قدامك بالتفصيل. تقنية رهيبة بصراحة. وتخيل التقنية دي في أي حاجة، في شتى مجالات الحياة المختلفة، مجالك الهندسي، مجالك البرمجي، أي مجال أنت فيه تخيل التقنية دي. فأنا بصراحة أنتظر هذه التقنية بحماس شديد. بس كده، لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إذن قبل أن نمضي إلى رؤية فيديو آخر قصير، ولكن هذه المرة سنتناول فيديو تعليمي. قبل ذلك أريد أن يشارك الحضور الكريم ولو تدخلين أو ثلاث حول ما هي الفكرة الرئيسية من هذا الفيديو. من يعطيني الفكرة الرئيسية لهذا الفيديو، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى التالي. إذن من أراد أن يتكلم ممكن. نعم، في حدود ثلاث دخولات. إنها كانت. السلام عليكم. عليكم السلام. واحدة منهم بقدر أحط أضيفها إنه استعمالات الواقع المعزز والافتراضي في التعليم وفي التعلم. نعم، جميل. نعم، هل هناك تدخل آخر ثاني؟ نعم، أستاذة إنعام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. يمكن بعض التطبيقات اللي بنستخدمها مع اللي هو البرنامج أو العالم الواقع المعزز تتضح من خلال اللي هي الرؤية اللي حكاها عن الهواتف الذكية والشركات اللي بتسعى من خلالها تطوير هذه التطبيقات واستخدامها في الواقع المعزز. يعطيك ألف عافية أستاذ. نعم. شكرا لكم. نعم، مرحبا. آخر تدخل. نعم، أستاذ وفاء. عليكم السلام. يا ريت اللي بده يتدخل يرفع اليد. أستاذ وفاء. السلام عليكم للجميع، يعطيكم العافية. عليكم السلام. الله يعافيك. هلا. بتخيل أنا هون، وأنا بأظن هون إنه كيف بدي أخلي عملية التعلم أكثر تشويقاً وأكثر متعة وأكثر جذباً للطلاب، بحيث إنهم يتعلموا بطريقة سهلة وشيقة مثل ما هم بحبوا. بقرب كل شيء بعيد، بقرب لهم إياه من خلال استخدام التكنولوجيا. نعم، بارك الله فيك السادة. إذن كل التدخلات كانت وجيهة وتصب في نفس الفكرة، لكن ما يعني في نظري، في وجهة نظري، ما كان يريده هذا الفيديو وهو ما هي المجالات التي يوظف فيها هذا الواقع المعزز. وقد شرح فكرتين في الحقيقة، الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ولكن أغفل الواقع الثالث اللي هو الواقع المختلط الذي سنرى. لكن قبل أن نمر إلى الفيديو الثاني، سوف أرجع بكم إلى بعض التفاصيل المهمة جدا، وهي مثلا انظروا إلى هذا الجمال. انظروا إلى أن طبيب أو لا أستاذ يمكن أن يكون أستاذا في مختبره مع طلبته ويرى جسم الإنسان وهو يفكك إلى أجهزته، جهاز تلو الجهاز، وإلى تفاصيله. كذلك يعني سأترككم مع هذا المنظر الرائع. بقي الهيكل العظمي، بقي الجهاز، يمكن أن يفكك
تروي لها تيجوا معها كم شيء ورائع يعني تجزأت إلى الأجزاء البسيطة للجمجمة، وكل جزء له اسم يعني لها مفتاح ولها معلومات سترونها بعد هذا إن شاء الله. طالب لاحظوا كذلك هذا الطفل في غرفته، هذا الطفل في غرفته يلعب، ولكن كيف حصل على هذه المناظر التي يراها في لوحته الإلكترونية؟ إنها هذه السجاد، لولا هذا السجاد لم استطاع أن يرى هذا الذي يراه في اللوحة الإلكترونية. إذن كما قلنا سابقا لابد من ثلاثة أمور: أن تكون لديك حامل ما ورقة أو لا مكعب كما سنرى، أو سجاد كما ترون هنا، أو وكذلك يجب أن يكون لديك إما جهازا يعني هاتف محمول أو لوحة إلكترونية. ثم بعد ذلك يعني نركب على أو لا نحمل تطبيقا خاصا، لأن كل شيء له تطبيقه الخاص به. قبل أن إذن هذه الفكرة، كذلك هنا مثلا لاحظوا هنا يوجد متر حقيقي ومتر افتراضي. إذن الأداة القياس الحقيقية هو هذا بالأصفر يعني أعلى الشاشة، وأسفلها يوجد يعني افتراضي، وتلاحظون بأن هناك تقارب كبير بين الحقيقة والافتراضي. إذن عوض أن نشتري متراً، أصبح الآن بإمكاننا أن يكون لدينا تطبيقاً في الجوال ونرى المتر كأنه حقيقة، ولكن هو في الحقيقة ليس كذلك، إنما هو واقع افتراضي. نعم، نمر إلى هذا الفيديو كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن بعدما رأينا في الفيديو الأول كيف جال بنا في مختلف أنحاء الحياة، وأن هذا الواقع سيغزو الحياة كاملة ويستوعبها، الآن
يعني ندخل إلى المختبرات، إلى إذا إلى فصل إلى الفصل الدراسي، فهذا الذي ترونه بإمكان الآن الطالب أن يراه. إذن عوض أنه كان يرى قلبا جامدا من بلاستيك ويفكك يفككه الأستاذ، أو يعني جسم الإنسان كان كذلك عندنا بلاستيك، الآن أصبح يرى جسم الإنسان يفكك إلى جميع تفاصيله وإلى أجهزته المختلفة. هل سمعتم نبضات القلب عندما كنتم ترون إلى هذا الفيديو الأخير؟ أستاذة شوقية، هل كنت تسمعين نبضات القلب؟ نعم. إذن ترون النبضات وتسمعون صوتها وكذلك يعني تفاصيل القلب. ومن طبيعة الحال هذه التطبيقات هي قديمة، أما لو حصلنا على التطبيقات الحديثة يعني التي توصل إليها العلماء الآن لكان شيئا أفضل بكثير من طبيعة الحال. إذن نمر إلى فيديو آخر. نسيت أن أقول فكرة مهمة، نسيت أن أقول في البداية، وهي لاحظوا أن لكل فيديو يوجد عليه مربع، هناك من يعلم لماذا هذا المربع وهناك من لا يعلم. أنا أتحدث مع الذين لا يعلمون ربما هذا الفيديو، هذا المربع لماذا وجد. إذن هذا المربع يمكن قراءته بتطبيق، يجب أن تنزلوه على هواتفكم، فقط أن تكتبوا في البلاي ستور QR كود في البلاي ستور وتنزلوه على هواتفكم. باستطاعتكم بعد ذلك أن تقرأوا هذا الفيديو من خارج الشاشة، عوض أن تسمعوه من يعني من خلال منصة تيمز، يمكن أن تمسح هذا الQR كود بهاتفك وترى هذا الفيديو. وقد جربت هذا مع تلامذتي، يعني جعلتهم يشاهدون إحدى هذه الفيديوهات لأنه لم يكن لدينا وقت لنستعرض الكل، فيعني تعرفوا عن قرب على هذه التقنية كذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو أن هذا الملف الذي سأعطيكم إياه هو ملف PDF يمكنكم استنساخه، لا أطلب منكم أن تستنسخه، ولكن لمن أراد أن يستنسخه فيخرج هذه الموارد على شكل نصوص لأنه سيخرج على أوراق، ولكن سيطبع هذا المربع في الصفحة رقم 32 كما تلاحظون على الشاشة. باستطاعتك أن يعني تمسح هذا بالتطبيق المشار إليه سالفا فيخرج الفيديو، رغم أن عندك كتاب من ورق. وهذه دعوة أوجهها لإخواني وأخواتي الأستاذات والأساتذة، هي فكرة فقط جانبية ليس هذا موضوعنا، يمكن أن يعني تنجزي أو تنجز كتاب، دفتر كتاب يعني يلخص دروسك أنت اللي تقدمها لطلبتك، يمكن أن تنتجها بهذه التقنية. مثلا تضع تعريف مكتوب وبجانبه مربع، هذا المربع يعني فيه فيديو تشرح فيه أنت أو أحد أساتذة آخرون يشرحون نفس الفكرة، فيصبح لديك كتاب ملتي ميديا. إذا نمر إلى هذا الفيديو الآخر. كذلك فكرة أخرى قبل أن نمر، وهي أن الفيديوهات التي رأيتم هي خاصة بعلوم الحياة والأرض أو علوم الأحياء، علم الأحياء. الآن سننتقل إلى علم الفيزياء. إذا لاحظوا this new augmented reality app called Elements 4D. And what augmented reality is it's when you can take something in the real world and it changes when shot through video.
And so what we're going to change here are these paper cubes, and each one of these cubes has a unique element on them. And so when I put that in the camera, so in this case, chlorine, you can actually see it gives you a view of what is supposed to be chlorine gas. And I can take that out and I can replace that with, let's say, bromine. And when I put bromine in, there's bromine as a liquid. Okay, and why stop at a liquid? Let's put some copper in there. And there's copper. And some of them are even a little bit more spectacular. There's gold. And we actually now in our possession have this nice cube of gold. You actually have six of these cubes already, and each with an element on it. So it's 36 different elements. And when you take those elements and put them together, you can actually form compounds. So there's chlorine and sodium. And when you put those together, of course, they make sodium chloride or salt. نعم، عدت إليكم مجددا. إذا رأيتم أن هذا الشخص، هذا الأستاذ، يشرح لنا هذه التقنية الجميلة. في الحقيقة في البداية كان عندنا مكعب من ورق، ولكن عندما وضعناه خلف الكاميرا لتطبيق معين، لاحظتم بأن أصبحنا نحصل على مواد كيميائية، وأعطنا العناصر ثلاث: عنصر الغاز وهو الكلور، وعنصر آخر صلب، وعنصر سائل. الجميل هنا وهو ما توصل إليه في الأخير، انظروا هذه قطعة ذهب. أصبح كان ورق، كان مكعب من ورق مقوى، أصبح قطعة ذهب. الجميل هنا هو أن هذه العناصر الكيميائية إذا ما جعلنا مكعبا بجانب آخر يمكن أن تتفاعل تلك المواد. انظروا إلى الكلور مع الصوديوم، عندما يلتقيان ماذا نحصل؟ نحصل على الملح. انظروا إنه الملح. والجميل كذلك، انظروا إلى هذه المعادلة الكيميائية، عندما يعني التقيا الكلور والإنس والصوديوم يعني حصلنا على هذه المعادلة الكيميائية المتوازنة. إذن ذرتين من الصوديوم وذرتين من الكلور يعطينا ثاني يعني كلورو صوديوم اللي هو الملح. هل اسم هو هذا صوديوم كلور؟ إذن الفكرة هنا وهي أنه يمكننا أن نستغني على كثير من المواد التي قد تكون خطرة وقد تكون غالية الثمن أو ما إلى ذلك. سنرى فيديو آخر، لكن هذه المرة داخل الفصل الدراسي. Today is our second day exploring what elements are and where they're located in the periodic table. So we're doing Dacre's elements, lesson plan one. And the girls are working in pairs and they're filling out their chart. They're writing down the element name, location, right or left, the color, what state of matter it's in, and any additional information, such as the atomic number, which is kind of new to them. But they're also writing if they know if it's a metal or nonmetal based on where it's located on the periodic table. So they're noticing, they're kind of discovering if they're dealing with metals, gases, nonmetals, liquids, solids. And what's great is that we would normally have lithium in the classroom because it is explosive with water.
as an alkali metal. So this way kids can play with elements that they wouldn't necessarily have access to, especially in a middle school lab. Hi. You want to scan it for me? Yeah. Which one do you have? Helium? Hydrogen. Hydrogen. So we have a clear cube, which indicates, what does it indicate? A gas. A gas, colorless gas. So we're going to write it in our chart. And we're going to write, where is helium located, right or left? On the left. And decide if it's a non-metal or a metal. And we're going to put that in additional information. It's a metal. So helium's going to be over here. Oh, are you doing hydrogen? You're doing hydrogen. That's right. I made a mistake. So hydrogen, you're on the left-hand side, but it's a non-metal because it's the one that's by itself. So we have plutonium. It's like over here. Would I write like left? So plutonium is going to be kind of, it's actually in the middle, and it's a metal. So this, these two bottom rows get put into the center of the periodic table. So you would write middle. And since it's yellow on your periodic table, is it a metal or a non-metal? It's a metal. It's a metal. So we wouldn't normally have plutonium in our classroom, obviously, because it's radioactive. Why don't you scan that one more time? Let's look at it. So now we can look at the properties of this radioactive substance. And kind of look at the different properties of it. So students are independently working, sharing blocks, and filling out their form. And we wouldn't normally have rubidium in the classroom either, but now you can see what rubidium looks like in real life. Wait, would this be a solid? Yeah, it's going to be a solid. إذن قبل هذا آخر فيديو سنراه في هذا الواقع. إذن من يعطينا فكرة مختصرة عن هذه المشاهد التي رأينا، يعني تدخل أو تدخلين فقط لكي نمر إلى الباقي. من يريد أن يتدخل فليرفع يده. فقط توجيه للأساتذة الكرام وللحضور الكريم، لا أريد أن تتحدثوا عن ما هو آت، أريد أن ينصب حديثكم حول ما رأيتم، يعني الفكرة تنبع نعم. من ما رأيتم، أما ما هو الواقع وكذلك سنراه من بعد إن شاء الله، سنرى هذا من بعد. ماذا رأيتم في الفيديو؟ من يريد أن يعلق؟ ارفع اليد لو سمحت. نعم. أستاذة مروة. أستاذة مروة معنا. حاضر حاضر. تفضلي رفعوا أيديهم. اللي رفعوا أيديهم خليهم يتدخلوا تفضلي. اختاري. حاضر. حنين تفضلي عبين ما تجهز مس مروة. تفضلي يا حنين. أستاذة حنين وأستاذة أسماء وأستاذة سامية. نعم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه أستاذ بقول حضرتك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم. أستاذة حنين في البداية. معكم. السلام عليكم. رأيت أنه بإمكاننا عن طريق الواقع المعزز والواقع الافتراضي تجنب ربما المخاطر اللي ممكن أنها تحدث في حالة التفاعلات الكيميائية أو ما شابه. شكرا أستاذة حنين. أنت تدخل تاني. العفو. أستاذة أسماء ولا؟ أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول حضرتك احنا علم الطلبة ان هو يعمل المعادلات بطريقة سهلة وبسيطة بدل ما نضيع وقت في نزول المعمل، كل مكعب عليه اسم من العناصر، حط العنصرين جنب بعض قدام التاب وشافوا وعمل التفاعل بمنتهى السهولة بدون مخاطر وبدون نزول المعمل وبدون تضييع للوقت، وبعملهم بإيده، شافهم قدام عينيه وعملهم بإيده. صحيح، نعم، هذا هو الفكرة التي نريد أن نصل إليها. نعم صحيح. شكرا أستاذي، شكرا أستاذي، شكرا على وجهك. إذن نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر. فعلا فقط أصحح معلومة، نحن لحد اللحظة ولحد الساعة لم نرى إلا الواقع المعزز. ما رأيناه هو الواقع المعزز، أما واقع الافتراضي لم نراه بعد، وقد أشار إليه الفيديو الأول الذي تحدث عن الواقع الافتراضي والواقع المعزز في شموليته. إذن هنا نتحدث عن الواقع المعزز. الآن من يستطيع أن نسألك يا أستاذ حسن بعد إذنك؟ في أستاذ أو أستاذ مش عارفة الاسم، بيسأل اسم المكعب إيه؟ نعم، اسم المكعب، اسم المكعب ليه اسم؟ أولا هذا المكعب الذي رأيتم داخل الفصل في الصورة أمامكم هو مكعب من خشب يسمى ميرج كيوب. ميرج كيوب، ميرج كيوب، ميرج كيوب، هكذا يسمى ميرج كيوب. وقلت هذا المكعب ليس من ورق وإنما هو من خشب، يعني لا يتلف، وكما قالت إحدى الأستاذات فكل عنصر له مكعبه الخاص، والطالب هو يعني بنفسه يرى الخصائص كل عنصر على حدة ويسجل ذلك في تقرير سيعطيه إلى الأستاذة لتصحيحه إلى غير ذلك. إذن قلت من منكم أيها الحضور الكريم أن يعطينا تعريفا مبسطا موجزا عن الواقع المعزز ثم ننتقل إلى الواقع الافتراضي. لن أطيل عليكم كما أطلنا قليلا في هذا الواقع. الواقع الافتراضي بسرعة سنمر، وكذلك الواقع المختلط. إذن أريد تعريفا موجزا مختصرا، فقط شخص أو شخصين لا داعي لكي نطيل، غير فقط لأتأكد هل يعني الصورة أصبحت واضحة حول ما هو الواقع المعزز. نعم، من يريد أن يعلق؟ غير حنين. طيب تفضلي أستاذة. ربما من وجهة نظري يعني إن بالخلاصة إنه الواقع المعزز هو إحضار شيء غير موجود إلى الواقع الحقيقي لتوضيحه ورسم أبعاده كأنها موجودة في الواقع. جميل، شكرا. إذن فعلا هذا هو الواقع المعزز. الواقع المعزز هو يعزز الحقيقة، يعزز الواقع الحقيقي كما رأيتم نحن في الحقيقة، وعندما نسلط هذا الجهاز الذي هو طابلت أو جهاز محمول على هذا المكعب أو على بطاقة أو على سجاد فإننا نرى شيئا افتراضيا يعني يختلط مع الواقع وهو يحاكي الواقع ولكنه افتراضي. هذا هو الواقع المعزز. أما الواقع الافتراضي نعم سنراه مع هذا الفيديو إن شاء الله. إذن كان هذا هو تعريف مبسط، وستجدون إن شاء الله التعريف في نهاية الشق النظري. هذا إنعام، تفضلي أستاذ إنعام. أستاذة إنعام تفضلي، رافع إيدك أستاذة إنعام. لا بأس، إذا نكتفي أخت شوقية، أستاذة شوقية نكتفي بهذا القدر.
إذا سننتقل الآن إلى ما هو الواقع الافتراضي مع هذا الفيديو. إذن فقط هذا الفيديو يوضح بشكل جلي ما هو الواقع الافتراضي. إذن كما لاحظتم الفرق واضح كما جاء في أول شريط أو أول فيديو. فإذا كان الواقع المعزز هو أن نسقط الافتراضي في الواقع الحقيقي، فإن الواقع الافتراضي هو عكسه تماما، أن نجعل يعني شخص حقيقي يغوص في الافتراض. إذا سأعيد هذا الفيديو إلى الخلف. لاحظوا هذا الشخص أو هذا العامل أو هذا التقني يلبس نظارة فاتمة على عينيه ويتحرك، يده تتحرك، ينظر إلى فوق، ينظر إلى يمين، يعني كأنه في الواقع ولكن هو مغموس في الافتراض. ولكن لاحظوا ما يشاهده هذا العامل هو ما يوجد على الشاشة. لاحظوا وراقبوا هذا العامل أسفل على الأرض، ماذا سيحدث له؟ كما لاحظتم، إذا من يعطينا فكرة ولو بسيطة موجزة عن هذا الواقع الافتراضي، بعض الإيجابيات دياله فقط في كلمات قليلة لكي نمر إلى باقي العرض. أستاذ إنعام، في تدخل أستاذ إنعام فتح إيدها من رفع إيدها من زمان. السلام عليكم، معلش المايك عندي فيه مشكلة، أعطيكم العافية. يعني الواقع الافتراضي احنا بنستخدمه، طبعا استخدمناه في التعلم عن بعد في جائحة كورونا، كان اللي هو وجود معلم او معلم افتراضي، انه الشخص بشكل واقع. يعني احنا اكثر شيء ممكن نطبقه في مختبرات العلوم، يعني التجارب الصعبة اللي لا يمكن تطبيقها في الواقع ممكن نعملها عن طريق اللي هي الواقع الافتراضي، نطبقها بحيث انه نبتعد عن مخاطر هذه التجارب. يعني اكثر شيء انا بتوقع انه يكون استخدامها في المختبرات العلميه، ممكن كمان زي ما قلت في مختبرات الحاسوب كمعلم وطالب نستخدمها ايضا. نعم، ويعطيكم الف عافيه. بارك الله فيك استاذه، بارك الله فيك. نعم، تدخل آخر و يعني نتابع العرض. أستاذة أوزي، ليلى وزان. نعم ليلى وزان، ليلى تفضلي أستاذة ليلى. معلش السلام عليكم. ممكن أن يكون وسيلة هذا الواقع المعزز، ممكن أن يكون وسيلة لتسهيل الحياة. وكما لاحظت أن في الصورة أن هناك شخصا في الأسفل صعق بضربة بصعقة كهربائية. كهربائية، نعم. يعني كأنه في الحياة الواقعية وليس واقعا افتراضيا. ممكن نقول أن هذا الواقع الافتراضي هو سيف ذو حدين، لأن الاستعمالات الغير السليمة ممكن تؤدي لمشاكل. هذا هو التعليق ديالي على هذا. شكرا، نكتفي. شكرا، بارك الله فيك الأستاذة ليلى. العفو.
نعم، بالنسبة للواقع الافتراضي كما رأيتم أن شخصا اللي هو ذلك التقني ينغمس في الواقع الافتراضي، هو الواقع الذي ترونه ورأيتمه في الشاشة. هو في الحقيقة هذا الواقع كما ذكرت الأستاذة سابقا أنه يجنبنا مخاطر، يعني الواقع الافتراضي هو في الحقيقة يكون يعني محاكاة للواقع ويحاكي الواقع، ويعني ننجزه لكي نتجنب ما يمكن أن يعترضنا من مخاطر. مثلا ذلك الشخص الذي صعق سننتبه مرة أخرى أو في الواقع أو في الحقيقة عندما نريد أن نطبق هذا العمل أو هذا المشروع يجب أن لا يكون شخص ما في ذلك المكان لأنه معرض للخطر. بالنسبة لاستعمالات الواقع الافتراضي في التعليم، نحن ما يهمنا هو التعليم. في الواقع الافتراضي يمكننا أن نسخره في التدريس، مثلا في علوم الحياة والأرض، علوم الأحياء، يمكن أن نلبس نظارة ونرى جهاز يعني جسم الإنسان بتفاصيله كما رأيتم سابقا، ولكن نحن نكون منغمسين في الواقع الافتراضي. كذلك يمكن أن يعني نقوم بدراسة لمكان جيولوجي، إلى موقع جيولوجي الذي لا يتوفر يعني بجوارنا. مثلا أنا في المغرب أريد أن أدرس مثلا أشياء جيولوجية ولكن غير موجودة في بلدي، ينبغي أن أسافر إليها، وهذا من طبيعة الحال مكلف ولا يستطيعه الكثيرون وكل الطلبة أو كل الأساتذة. فكذلك يجنبنا الكثير من المخاطر، لأن السفر بالطلبة والسفر مع الصغار إلى خارج الفصول الدراسية من طبيعة الحال فيه مخاطر، لكن قد تأتيهم بالواقع كما هو ولكن افتراضيا، عندما يضعون النظارة على عيونهم فيرون الحقيقة كأنه حقيقة. يعني كما رأيتم العامل يعني يحرك يديه في الشاشة، يعني هناك يعني واحد التأثير، هناك تأثير للشخص في الواقع الافتراضي. يعني يمكن أن يكسر حجارة، يمكن أن يفك أو يسد برغي إلى غير ذلك. فهذا هو من الإيجابيات لهذا الواقع. إذن أولا عرفنا شنو هو هذا الواقع، ما هو هذا الواقع، سلبياته إيجابيته، وكذلك له سلبيات سنراها في آخر هذا الشق النظر. إذن كان هذا هو تعريف لهذا المفهوم الثاني. ننتقل إلى مفهوم ثالث وهو الواقع المختلط، Mixed Reality MR، وهذا الكثيرون لا يتحدثون عنه. سنرى ما هو ثم نأخذ بعض الأفكار وننتقل إلى تتمة العرض. This is an absolute game changer. I've just been on the train for 3 hours and I could not take it off. It is incredible. So this is it, the Microsoft HoloLens. I've attached it to my laptop and I'm going to move the camera behind me so you can see everything that I'm seeing when I try this on. It's got an adjustable strap at the back. I don't need the lead to run this, but this is purely so I can project the images onto my laptop so I can demonstrate to you how this works. Okay, let's get ready. So the first thing I want to show you is how I interact with the HoloLens from a business perspective. So here I'm going to open Excel, and this is directly connected to Office 365. It's a bit difficult to talk and do this at the same time. So here I can access all of my work documents, and I can make this pretty much any size I want to. And I can push it farther away or keep it nice and close. And I can then view all of my documents, files, photos,
and access the web. So here you've got Microsoft Edge, and this is my blog. So I've got the scroll tools where I can scroll down and read anything that I want on a web browser. And then you've got these really cool aspects like holograms, which are just so clear and so surreal. Here I've got a Word document. Again, this is using the very clever HoloLens technology where it maps every object in your room. So you can pinpoint and place holograms anywhere. Here you'll see a really cool satellite. And there's a man doing weights here. The drone is real, by the way. The man doing weights is not real. If I forget where things are, I've got this cool labeling system where I can label pretty much anything. So there I've got Cam. Here I've got a YouTube video open on a multiple Microsoft Edge browser. And if I click play, you should see my holiday snaps or holiday video. Now, to put it in perspective, I've got a 60-inch TV in this room, and this is probably about 100 inches. So you can see that you would have thought that at one point we won't need TVs and monitors anymore, because I can have as many monitors, as many TVs as I want, not taking up any space or electricity. What I want to try and get across here is the how clear this is. It's so weird that it's right in front of me. It's almost hard to explain that it feels real. It feels like I'm actually looking at a monitor. Now, this next app is so amazing. Kind of hard to put into words again. If I look at something and then click, it will actually map the room. So hopefully you can see this is using all these different colors and shapes to match every item in the room and lay over it. I mean, it's just awesome. So I can click and get different shapes. I can click anywhere in the room and you can see. Now, I'm actually looking at the video of how this looks on the screen and it doesn't do it justice because through the HoloLens, you don't get the black edges that you're seeing. It's perfectly, perfectly accurate over all of the different parts of this lounge. It's just unbelievable. It's so trippy to look at. What an experience. Now, this one just blows my mind. You can zoom into a number of galaxies in our universe, and obviously I've gone into our solar system. Now, again, when I click to look at more detail at our sun, it's probably the best visual I've ever seen of our sun, including the TV. And I'm hoping that this video will do it justice, and you can see the solar flares erupting or shooting out of the sides. Now, my favorite planet, like most people's, is Saturn. And I had this on yesterday on the train. And it's just so surreal having this 3D planet standing right in front of me. And again, the quality is just amazing. Now check out this 3D shark hologram. I'm going to try to keep it in my field of view. But look at that. Oh, amazing. So now I've made the shark larger. Actually quite scary to have in my front room. So I'm going to try and keep this in my field of view and also try and keep relatively still. But here's to give you an idea of the quality. Wow, incredible, huh? The possibilities for AR are endless. So I've decided to write a... السلام عليكم. إذا رأيتم هذا الشخص يحدثنا عن هذا الجهاز اللي هو HoloLens. إذا رأيتم بأنكم إن شاء الله مستقبلا سوف لن تبقوا عاكفين على شاشة ثابتة للحاسوب، فيمكنكم أن تجعلوا كل نافذة من نوافذ الويندوز في ركن من أركان المنزل يعني تسبح في الهواء، وبضغطة أصبع يعني تؤثرون وتدخلون التأثيرات اللازمة. كذلك رأيتم تلك الحيوانات الغريبة
وهي تجوب أركان الغرفة. وكما يحدثنا هذا الشخص أنه نحن نرى من خلال يعني نظارته، ولكن الجمال أو الجمالية للصورة لن يعني تدركها إلا بوضع هذه النظارة على عيوننا. إذن فقط أريد أن أنبه هنا إلى أن هذه النظارة كما تلاحظون في جانب الأسفل منها هو شفاف، يعني ينظر إلى الواقع، ولكن في نفس الوقت ينظر إلى الأمور اللي هي يعني افتراضية. وهذا هو الاختلاط الواقع بين، وهذا مختلف على الواقع المعزز الذي رأيناه في البداية. في الواقع المعزز ترى فعلا صورة تتحرك، ولكن أنت لا تؤثر فيها، لا يعني تحدث فيها تأثيرا، كما هي ستبقى. مثلا صورة سلحفات أو صورة حصان يسهل، هو يسهل ويتحرك ولكن لا تؤثر فيه أنت. بينما هنا تلاحظون أنه يشتغل على ويندوز وعلى أوفيس 365، يعني ويراه في أركان المسجد، في أركان البيت الغرفة، يعني ممكن أن تستلقي على ظهرك ويعني تشتغل عوض أن تبقى يعني جالسا في ركن من أركان البيت في على المقعد وتنظر إلى شاشة، وتعرفون ما يحدث هذا على عمودنا الفقري أو على رقبتنا. إذن كان هذا هو باختصار الواقع المختلط. سوف لن نشاهد شريطا آخر جميلا، سوف تجدونه إن شاء الله في الملف الذي سأتركه لكم في آخر العرض، وتجدونه كما قلت من خلال هذا المربع. يعني لا بد لكم أن تنزلوا هذا القارئ أو لماسح هذه المربعات على الهواتف وتقرؤون الفيديو وتنظرون إليه على راحتكم. إذن هذا فيديو آخر جميل، فقد سأقف معكم في لحظة جميلة هي هذه. نحن لا اسمح اسمح معذرة نعم. إذن لاحظوا هنا في هذه الصورة، وننتقل إلى باقي العرض. هنا يوجد ثلاث أشخاص، أليس كذلك؟ أجيبي أستاذة شوقية، أنت من سيتحدث الآن؟ أيوة أستاذ حسن. أيوة أستاذ حسن. أستاذ مروى نعم إحداكم. نعم ثلاث أشخاص أليس كذلك؟ أيوة أيوة، ما أنا مستنية حضرتك تقول والله نسمح له هل الأشخاص ثلاث حقيقيون هم ثلاثة أم يوجد فقط بعضهم حقيقي؟ من هو الحقيقي؟ في واحد حقيقي، بتهيألي واحد حقيقي ولا بعضهم؟ من هو الحقيقي؟ الشخص اللي في النص؟ اللي في النص؟ نعم اللي في النص. السيدة التي تقف في الوسط هي حقيقة واقع، ولكن عن يمينها ويسارها شخصين افتراضيين، لكن هم موجودون في مكان ما، موجودون حقيقة ويتحدثون معها في الوقت الحقيقي، يعني يتناقشون حول مسارات الطائرات ومشاكلها إلى غير ذلك. وتلاحظون هنا برج المراقبة. إذن هذا هو الواقع المختلط، هذه إنسانة حقيقية. أيوة. أيوة. وترى أمامها طائرات وبرج مراقبة ومطار، ولكن هو شيء افتراضي، وأولئك الأشخاص يعني يساعدونها ويتبادلون وجهات النظر حول أمر ما. كذلك هنا كذلك لقطة مفيدة كذلك
مهمة سنراها. نعم هذه اللقطة جميلة جدا. انظروا إلى هذه المريضة، لقد زارها طبيبها في البيت دون مشقة التنقل إلى المشفى. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring the world down. Where technology enhances, not limits, humanity. نعم. إذا لاحظتوا بأن الطبيب زار مريضته في البيت في منزلها دون أن تنتقل و يعني تعرض نفسها إلى مشاق، خصوصا إذا كانت جد متعبة ومريضة. فهذا هو الواقع المختلط، يعني يختلط الحقيقي مع الافتراضي. قلت يمكنكم أن تنظروا إلى هذه الفيديوهات على راحتكم إن شاء الله بعد أن ننتهي من العرض. إذن هنا تعاريف نظرية سوف نقف عندها، هي مكتوبة عندكم وستقرأونها على مهل إن شاء الله. مضمونها قد تحدثنا عنه، إذن هذا الواقع المعزز، ثم الخصائص لهذا الواقع، أهمية الواقع. لا بأس أن نقرأ هذا جماعة. إذن من أهمية هذا الواقع في التعليم زيادة فاعلة الفعالية التربوية، كذلك نتائج سنلمس نتائج ملموسة في عملية التعلم سواء التعاونية أو التجريبية. كذلك كما رأيتم يستخدم هذا الواقع في المختبرات العلمية وسيجنبون هذا الكثير من المخاطر، أو يمكن أن نستعمله دون ما حاجة إلى استحضار مواد قد تكون خطيرة أو نادرة أو غالية التكلفة. كذلك هذا يحفز المتعلمين ويجمع بين المتعة والمعرفة في ذات الوقت، شرح المعلومات بشكل أكثر كفاءة، هذا تحدثتم عنه سابقا. الواقع الافتراضي كذلك تعريفه، وقلت سابقا لاحظوا الطريقة التي يعني جعلت هذه الشريحة، كتبت بهذه الشريحة. إذن هناك تعريف نظري كتابي بالخط، ولكن هنا يوجد هذا المربع يحتوي الفيديو لذلك العامل الذي صعق. إذن ها هو موجود، فقط علينا أن نشير عليه بكاميرا الهاتف فيخرج الفيديو ويشرح لنا. إذن أنتم تصوروا هذا تعريف من تعريف تخصص من تخصصات رياضيات أو إنجليزية أو تربية إسلامية أو اجتماعيات أو فيزياء، وتجدون بجواره هذا المربع الذي يعطينا المضمون، مضمون حي. نظرة تاريخية موجزة، وهو أن أب الواقع الافتراضي كما ترون هنا هو مورتون هيليج الذي كان مسرحيا ويشتغل بالمسرح، وأراد أن يعني يخلق سينما تفاعلية بين يعني الفيلم وبين الجمهور، هذا كانت فكرته. وقد يعني ابتكر آلة اسمها صنصرما، الآلة هي هذه بين أيديكم. هنا سؤال أوجهه للحضور الكريم، من يقول لنا ما هو أو ما هو نظير هذه الآلة في وقتنا الراهن؟ ما هو نظير هذه الآلة التي ترون، هذه الآلة الضخمة؟ السؤال موجه للحضور الكريم. لم تظهر الصورة عندي بعد. نعم. عندك النت بيكون ضعيف يا أستاذة حنين، الصورة واضحة. إذن أردت أن أعرف ما هو نظير هذه الآلة الضخمة في عصرنا الراهن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. وعليكم السلام، مرحبا.
يعطيك ألف عافية ما شاء الله، محاضرة أكثر من رائعة، يعطيك العافية أستاذة شوقية. بارك الله فيك أستاذة أفاف، بارك الله فيك أستاذة. هيا الآلة حبيبي، هيا الآلة مقابلها اليوم النظارة اللي هي بتاعت الواقع المعزز والمختلط. نعم صحيح، إذن هذه هي النظارة القاتمة التي كان يرتديها ذلك العامل عندما صعق بالكهرباء. إذن لاحظوا كيف كانت ضخمة وأصبحت نظارة خفيفة تضع على العين، وهناك ما هو أخف منها. هذا يشبه الحاسوب، أول حاسوب كان حجمه يعني تقريبا يملأ الغرفة، وأصبح الآن الحاسوب نضعه في جيوبنا الذي هو إما تابلت صغير أو حاسوب أو لا هاتف نقال. إذن نمضي إن شاء الله لكي نصل إلى الجزء المهم، يعني هي هذه النظارة، هذه الأدوات التي بالنسبة لهذه النظارة هناك نوعين، هناك نوع يفتح ويوضع داخلها الهاتف النقال، وهناك بعض الفيديوهات الخاصة بالVR، يعني توجد مكتوب عليها رمز VR أو نظارة، معناه يمكن لهذا الفيديو أن تراه بنظارة، وبطبيعة الحال ستكون الرؤية والمشهد مختلف وممتع أكثر. نعم هذا قلت ستجدونه في الملف، لا داعي لكي نضيع معه الوقت. لكن آخر نقطة سنتحدث حولها وهو المخاطر وسلبيات هذا الواقع الافتراضي، مخاطر وسلبيات. إذن أترككم لحظات مع هذا الفيديو ثم نناقش قليلا. نعم أريد أراءكم سيداتي سادتي، أريد رأيكم في ما شاهدتم. أستاذة مروة، أستاذة مروة، نعم نعم أريد رأي المشاهدين الكرام حول ما رأوه، وما ما هي انطباعاتهم حول ما رأوه. أستاذة وفاء تفضلي. السلام عليكم للجميع، يعطيكم العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتخيل إنه انغماسهم في مشاهدة فيما يشاهدوا أثر كثير عليهم، بدهم يتخلصوا بجزء من خطر شاهدوه أو من أي شيء. هذا حصل بالضبط معي أنا. في عنا هون في رام الله سينما 3D، حطيت النظارات، النملة دعست على راسي، شلحت النظارات وهربت من السينما. نفس الشيء صار معي، هم عاشوا مع البيئة الافتراضية اللي قدامهم، فبدهم يتخلصوا من الخطر ويحموا نفسهم. نفس الشيء حصل معي. نعم بارك الله فيك، نعم رأي جميل وسديد. إذن لا داعي لكي نضيف رأي آخر، فالأمر واضح، كما يقال الصورة خير من ألف كلمة، ولكن هنا فيديو حي. إذا تلاحظون أن هؤلاء أشخاص راشدون، ليسوا أطفال أو مراهقين،
لاحظوا من خلال هني أجسادهم فهم راشدون. لولا تلك الأحزمة التي تربطهم يعني ربما ليس يقينا كانوا سيصطدمون بالجدار ويعرضون أنفسهم لمخاطر جمة. لذلك فهذا الواقع الافتراضي هو واقع يحمل كذلك مخاطر خصوصا لأطفالنا، فلذلك يجب التنبه إلى هذا وتنبيههم. وقد حكى لي نعمها وقد قد ذكرتنا الأخت بما حدث لها في السينما، لكن أحد الأساتذة عندما عرضت هذا العرض حضوريا يعني اشترى هذا النظارة، اشتراها لزوجته ولأولاده، وعندما وضعتها زوجته وكان منظر ما يعني أراني الفيديو هذا الأستاذ أن زوجته يعني هبت هالة يعني يتملكها هلع شديد وتركض داخل الغرفة. فلذلك فهذا الواقع كما رأيتم لولا هذه الأحزمة وهذه الرباط لا يعني عرضوا أنفسهم لمخاطر. فإذا هذا الواقع رغم يعني إيجابياته وعلينا أن نغتنمها ونستثمرها، ولكن بالموازاة كما قالت إحدى الأستاذات سابقا هو سيف ذو حدين، يجب أن نتجنب مخاطره و يعني ننصح أبناءنا بالانتباه إلى هذا. ولا قدر الله يعني يمكن أن يذهب عقل الإنسان بمنظر ربما غير متوقع، قد يذهب عقل الإنسان وليس فقط مخاطر جسدية. إذن نكتفي بهذا القدر. إذن عيوب هذا الواقع ستجدونه هنا مكتوبة في هذه الصفحات، لا داعي لقراءتها. والآن ننتقل إلى نريد. نعم، إذن الأخت شوقية قبل قليل أو في بداية العرض قد شاركت معكم هذا الملف، ملف PDF فيه هذه الروابط. الآن سأشرح لكم كيف تنزلونها وكيف تستعملونها. إذن في البداية غادي تحاولوا معايا في هذا الواحد العشر دقائق يكون هذا الشيء اللي ما ترونه هنا جاهزا لكي نشتغل عليه. إذن لاحظوا في البداية عندنا ما يسمى مربع، هو هذا مارش كيوب، مارش كيوب هو مكتوب هنا. إذن عندما أضغط على هذا الرابط أنتم كذلك ستضغطون عليه، لأن فقط انظروا ماذا سيحصل. إذن حصلنا على هذا الملف PDF وفي صفحة واحدة فقط. هذه الصورة عند تقطيعها من الهوامش كما تلاحظون مكان المقص، عندما تقصون هذا الرسم وهذه الصورة من الهوامش. لا توجد صورة، ما كاينش بارتاج. نعم كيف من عند حضرتك؟ نعم من علي أن أغير البارتاج، لقد خرجت من نافذة إلى نافذة أخرى. نعم إذن سأغير بارتاج، سأتقاسم معكم هذه النافذة. إذن ما فقط نعم
إذن لاحظوا الصورة الآن بادية إليكم تظهر. نعم هل ترون الصورة؟ نعم. إذن كما قلت سأعيد، إذن سوف تضغطون على الرابط كما ضغطت أنا، تخرج لكم هذه الصورة فتنزلونها من هنا، على تضغطون على هذه النقاط الثلاث. إذن عندما تضغطون على الرابط سيعطيكم صفحة ويب هي هذه الصورة، ثم تضغطون على هذه النقاط الثلاث على اليمين على أعلى الشاشة على اليمين. إذن عندما نضغط على هذه الثلاث نقاط نجد هنا داونلود تيليشارجي بالفرنسية، داونلود بالإنجليزية، واضح؟ إذن عندما نضغط عليها سوف تنزل على إلى سطح المكتب، تأخذونها تطبعونها ثم تقصونها لكي تحصلوا على مكعب، المكعب الذي ستحصلون عليه كما ستلاحظون. سأشارك معكم هذا من بعد إن شاء الله. إذن الأمر واضح بالنسبة لهذا الرابط الأول. ياريت أستاذ تضيف لنا إياه على الشات اسم الرابط. نعم هو موجود في ملف أستاذة شوقية. أنا كملف ما قبل يبعث بعثتهم كروابط في البداية، لكن اللي دخلوا في الآن مش رح يظهر عندهم الآن. أستاذة مروة بدأت تبعث بالروابط، هي أول رابط ظهر عندكم في التشات، تفضل. أول رابط أول رابط ستنزلونه كما رأيتم. نعم أرجع أستاذة مروة بتضيف واحد واحد. نعم ثم أرجع إلى الرابط الذي أسفل منه، يعني يوجد تحته، سأرجع في أستاذة هوازم تحكي ممكن من الجوجل مباشرة، ممكن ولكن ممكن ولكن عليها أن تعرف يعني الموقع الذي ستنزله منه. إذن أنا سهلت عليكم هذه المشقة عوض أن تبحثوا، فهو موجود أمامكم، فقط تضغط على الرابط وتحصل عليه. نعم الآن هي الروابط جاهزة في الشات. نعم لاحظوا الرابط الثاني، انظروا إلى الرابط الثاني. إذن هذا الرابط عندما أضغط عنه عليه سيعطيني تطبيق هو الذي سأقرأ به هذا المكعب، وسيعطيني النتائج التي رأيتم سابقا، مجموعة شمسية، أرض، أجهزة إلى غير ذلك. هذا وهناك عدة تطبيقات كما تلاحظون، هذه بعض التطبيقات وإلا فتوجد تطبيقات كثيرة. إذن حاضر حاضرة نعم. إذن قلت هناك تطبيقات كثيرة، اخترت لكم هذه التطبيقات، وهناك تطبيقات ستجدونها في الملف PDF الذي ستحصلون عليه إن شاء الله في نهاية العرض. فقط انظروا إلى هذين اللوجو، هذين الصورتين على اليسار، على اليسار على الشاشة مع الرابط الأول والثاني. إذن عندما تضغطون على هذا الرابط للحصول على التطبيق سوف تجدون هذين التطبيقين بهاتين الصورتين، هما اللذان سنقرأ بهما هذا المكعب المدمج.
أحاول كذلك أن تنزلوا بطائق هذه الحيوانات البحرية. سوف أضغط عليها وأريكم ماذا ستجدون. إذن عندما ضغطت على الرابط الثاني انظروا ماذا أعطاني. أعطاني صورة السمكة التي رأيتم في البداية، صورة القرش. هذه السمكة وهذا نجمة بحرية سترونها تتحرك. هذا فرس البحر. هذه السلحفاة التي رأيتم، يعني بعض الأساتذة تصور معها وأخذ صورة إلى جانبها، وكذلك بنتي الصغيرة. كذلك هذا نبات بحري جميل جدا. عندما يعني تنزلون التطبيق سترونه يتحرك بألوان جميلة وبديعة. هذا هو القرش. إذن ماذا سنفعل؟ أولا ستنزلون هذه البطائق من داونلود، تنزلونها هكذا فتنزل على سطح المكتب كما تلاحظون. الصورة لا زالت ثابتة، ليس كذلك؟ نعم نعم. نعم الآن وصلت الصورة. إذن هذه هي الآن أصبحت هذه البطائق في ملكي على حاسوبي، فقط علي أن أستخرجها من الناسخة. يستحسن أن تستخرجونها من بالطابعة و يعني موازاة معها عليكم أن تتوفروا على التطبيق المناسب. التطبيق المناسب هو هذا الذي سترونه الآن. سأخرج ثم أعيد تقاسم الشاشة. نعم أستاذ، إن كان يعني لسه في وقت بده هذا التطبيق، ممكن نعمل ورشة ثانية تكميلية، شو رأيك؟ نعم. لم أفهم أستاذ شوقي. عشان يمكن يتأخر الوقت شوي. نعم. يعني ربع ساعة وإن شاء الله منكمل في ورشة بداية من التطبيق العملي، لأنهم حابين كثير يكون في تطبيق عملي أكثر. نعم الآن سننجز هذا عمليا، فقط ينجزوا هذا الذي أطلبوا منهم لكي يعني هم يلمسوا بأنفسهم ما سنجد. نعم، إذا كم يعني بده وقت؟ إذا فقط عليهم أن يحصلوا على هذه البطائق. نعم. وإلا سأشارك معكم إن شاء الله شاشة الهاتف وترون. نعم. ماذا سنرى. نعم. إذا بعد الوقت لكي أشارك معكم شاشة الهاتف إن شاء الله. إن شاء الله. الفورم للي بيسألوا إن شاء الله في نهاية اللقاء سنرسل الفورم للشهادات.
أستاذ هيبة أكدوا يا ريت التطبيق خلي لقاء منفرد لأنه الوقت متأخر وبدناش يعني إنهم يهربوا الآن، خلينا يعني نخلي لقاء جاهز فقط للتدريب العملي مباشرة. إن شاء الله. الآن تقدر تنهي. أنا أرى أنا إشارتكم ما تطلبونه أنا معكم. بارك الله فيكم، لأن بدناش نتعبك ونتعبهم لأنه الوقت اتأخر وهو بحاجة فعلا لأكثر من لقاء. إذا كان ممكن يصبروا فقط ربع ساعة فقط نعطيهم دفعة لكي يواصلوا العمل بمفردهم إن شاء الله. إذا ربع ساعة بإذن الله وإن شاء الله إذا ضل إشي والأستاذ حب كمان نستضيفه نتشرف فيه كمان مرة إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. فقط نصدرون لكي نشارك معكم شاشة الهاتف. الآن الفورم في التشات، ياريت تكتبوا اسمكم صريح زي ما مطلوب ثلاثي بالعربية وإيميلكم صحيح، وإن شاء الله ستصلكم الشهادة مباشرة عبر الإيميل. تأكدوا كتابة كل شيء صحيح. ماشي يا أستاذة داليا، بتطلب منك يا أستاذ ترسل الصور المطلوبة حتى نطبعها مسبقا ونجهزها للعمل. إن شاء الله سنرسل PDF للأستاذ إن شاء الله على الواتساب. اللي مش منضم هاي المجموعة الواتساب أنا بعثتها مشان التواصل، اللي مش منضم ينضم للواتساب مشان نبعث البطاقات اللي بدهم يجهزوها. والفورم أرسلته واكتبوا صح عشان توصلكم إن شاء الله الشهادة مباشرة. لا يا العافية أستاذة شوقية. الله يعافيك، ما شاء الله عليك، رائع موفق دائما. الله يرضى عنك. أهلا وسهلا أستاذة وفاء، دائما منورتينا ما شاء الله عليك، بستفيد منك كثير ما شاء الله. حبيبتي الله يرضى عنك. والله في جعبتنا الكثير لكن ما شاء الله المشاغل تزدحم دائما. الله يعينك الله يحفظك، وشكرا كثير لأستاذ حسن وشكرا لست مروة كمان. الله يرضى عنك حبيبتي. الله يعطيك. شكرا حضرتك. اللي كتب بإيميل أستاذ مش هنا، مش على تشات الإيميل، بالفورم لو سمحتوا. مس مروة راح تضل تبعث لكم إياه تجددوا بالفورم، بدكم تكتبوا إيميلكم واسمكم. على تشات ما راح نرسل أي شهادة للأسف. أوكي أستاذ حسن تفضل. أستاذ حسن معنا، افتح المايك أستاذ. أستاذ حسن سامعنا؟ السلام عليكم، أسمعكم. تفضل. فقط لحظات لكي نشارك الهاتف، شاشة الهاتف. نعم. لكي ترون ماذا سيحدث. نعم. لحظات من فضلكم. إن شاء الله. في هذه الأثناء عبوا الفورم، هاي الفورم. نعم. يا أستاذ ياسمين، هاي أرسلته أكثر من مرة، والأستاذة مروة بعد شوي بتضل ترسلكم إياه. إن شاء الله. عفوا أستاذة، مطلوب شيء في كودات في آخر الفورم، إيش هاي؟ الكودات كتبت أنا على الشات قبل شوية، للي مشاركين في مجتمع مايكروسوفت بيدخلوا الكودات بزيد نقاطهم وشهاداتهم إن شاء الله. اللي ما مش مشارك خلاص ما في داعي، اتركوا الكودات. أوكي؟ أوكي. Yes.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البطاقة نعم. هل تظهر الشاشة الآن؟ نعم نعم نعم، شاشة الجوال ظاهرة. شاشة الجوال. نعم. الآن سأظهر لكم التطبيق الذي سيقرأ لنا الحيوانات البحرية. سنترك الآن المكعب إلى حصة أخرى إن شاء الله. إذا نضغط على أوسيون فوردي. أوسيون فوردي. سوف تظهر لكم هذه الشاشة ونضغط على أوكي. إذا لاحظوا الآن إذن هل تظهر لكم السمكة؟ نعم نعم، هي أرصى. أنا أحرك الورقة. إذا لاحظوا كانت هي ورقة هي التي أعطيتكم لطباعتها، لكن دائما يجب أن تجعل وسط شاشة الهاتف على تلك البطاقة. وهذه السمكة ممكن أن أكبر حجمها كما تلاحظون، أن أحركها بأصبعي. واضح؟ ويمكن كذلك أن أحرك الورقة، أحرك الورقة فتتحرك السمكة. أحرك الورقة، لكن دائما الورقة يجب أن تبقى تحت شاشة الكاميرا الهاتف. انظروا أنا يعني أجعل الورقة مائلة فأرى جانب السمكة. إذا لاحظوا الآن أرى ذيل السمكة لأنني قلبت الورقة. ويمكن أن أتحكم في هذه السمكة من خلال لمس شاشة الهاتف. واضح؟ واضح؟ واضح. واضح إن شاء الله. نعم أستاذ. نعم أستاذ جميل. إلى بطاقة أخرى هي هذه. هذه نجمة بحر. يعني أستاذ لا يهم إن كانت البطاقة المطبوعة ملونة. لا لا لا. أبيض وأسود. أبيض وأسود. هناك بطاقة أوكي. ثالثة وهي. لكن من الأفضل أن نقطع الورقة، هي الصور كلها مشتركة في صفحة واحدة، ولكن يجب أن نقطعها صورة صورة. انظروا إلى هذه السلحفات كم هي جميلة. هي هذه التي رأيتم في بداية العرض، التي تأخذها بنيتي بين يديها. أنا الآن أحرك الورقة لا أحرك السلحفاة. معلش يا أستاذ حسن بعد إذنك. نعم. البطاقات دي كانت في ملف الـ PDF اللي أنا شاركته ولا دي حاجة تانية؟ نعم في الروابط التي أعطيتكم إياها. مش عشان في ناس بتسأل يعني عايزين البطاقات. طب تمام شكرا. في البطائق في الرابط أعطيته الأستاذة شوقية ملف PDF فيه فقط الروابط. أما العرض سأعطيكم يعني نسخة من ملف PDF فيها العرض بأكمله بما فيها الروابط والفيديوهات والتعريف وكل ما رأيتم وأكثر، يعني عرض متكامل. لاحظوا السلحفاة تتحرك، والجميل وهو الذي في الحقيقة أعطاني هذا الصيت وهو فقط هو الداتا شو. إذن الآن أنا أرى صورة لسلحفاة أكبرها. نعم ها هي الآن تكبر وأجعلها تدور. أستاذ حسن نعم نعم الله يجزيك بالخير. هل ممكن أن تشرح لنا كيف يمكننا أن نرى هذا الحيوان أو هذه الصور
عبر هذا التطبيق باستعمال المصلات. هذا هو كما قلت الإضافة النوعية التي أضفتها للكثيرين، وهي في الحقيقة كانت فكرة قديمة رأيتموها في السوق الممتاز. ذلك الفيديو ربما عمره أكثر من 5 سنوات. إذا شنو ما هي الفكرة؟ الفكرة إذا هي أن تجعل هذه البطاقة التي الآن ورقة، هذه البطاقة التي هي ورقة تكون PDF في شاشة الحاسوب، والمصلات سوف يسقطها على الجدار، على الشاشة في الجدار، على الجدار، أليس كذلك؟ عندما نأخذ جوالنا بهذا التطبيق وليس بتطبيق آخر ونشير إلى هذه الصورة، سوف نرى هذه السلحفاة تتحرك داخل قاعة الدرس أو داخل البيت كما رأيتم في بداية العرض، وبحجم كبير. ألم تلاحظوا حجم الفرس؟ هل تذكرتم حجم الفرس؟ أتحدث إليكم سادتي. نعم. سيداتي. نعم أستاذ. نعم أستاذ. كذلك سمكة القرش. أنا أحاول. رأيتم؟ أحاول. نعم. رأيتم حجمها. فهم. إذن هذا السبب فيه. نعم. أحاول فهم ما قلته لنا. يعني أحاول فهم واستيعاب. لو كان العرض حضوريا لاستمتعتم أيما متعة. عندما جربته حضوريا يعني الأساتذة يعني لم يبالوا بالوقت. أتمنى أن نكون حاضرين المرة المقبلة إن شاء الله. الفكرة بسيطة شرحتها أمس لدى الأستاذات، يعني بكل بساطة طبقتها في الصباح، شرحتها في الليل، سألتني كيف، وفائدة به تطبقها في الصباح، ورأيت الصور على صفحتها في فيسبوك وكذلك في تويتر. إذن الفكرة هي هذه هي القرش التي رأيتم مع بنتي ومع أمي الصورة بجانب. فقط قلت هذا الذي أفعله الآن بهاتفي، هذه البطاقة ستكون صورة كبيرة على الجدار بواسطة المصلات، وعندما نأخذ هذا التطبيق يوجد على شاشته يعني زر من خلاله تأخذ صورة فيديو، واضح؟ يعني تلتقط صورة فيديو لما تراه. أنا الآن أرى هذا القرش، يمكن أن أخذ له صورة وقد أخذتها كما رأيت. ماذا سأفعل عندما أرى هذا القرش كبير في القاعة؟ فقط أنا وحدي الذي أرى أو من يرى من خلال شاشة الهاتف، أما الذين وراء الكاميرا فإنهم لا يرون شيئا، القاعة فارغة. وهذا الذي حدث بالنسبة للزبناء الذين جاءوا إلى السوق الممتاز، لولا تلك الشاشة العملاقة الكبيرة ومن خلالها يرون الحيوان ويرون أنفسهم لما استفادوا من تلك المناظر. المهم يجب أن يكون لدينا مصلات وطبعاً حال جوال كهذا العادي، وندخل بهذا التطبيق الذي رأيتم. فقط في ذلك الجدول الذي رأيتم سابقاً كل رابط لبطاقات يوجد تحته رابط للتطبيق المناسب. شيء آخر وهو عندما أرى هذا الحيوان يصل ويجول داخل القاعة، ماذا أفعل؟ سأنادي على أحد أصدقائي أو أحد تلامذتي أو أحد أبنائي وأشير إلى المكان المناسب الذي يجب أن يقف فيه، وما هي الإشارة التي يجب أن يشير بها؟ إما إشارة لكي يخيف هذا الحيوان كأنه يخيفه، أو يلتقط معه صورة،
وألتقط له الصورة سواء صورة عادية أو صورة حية فيديو وأسجلها في الهاتف وأنشرها كما أردت. إذن هل الفكرة واضحة الآن؟ هذه صورة لحيوان أو لا لنبات بحري. لاحظوا الجمال، لاحظوا الآن شعور تلميذ وهو يرى هذا الكائن، يعني كأنه حقيقة بين يديه. هناك كذلك يوجد بطاقة أخرى لفرس النهر، فرس البحر، يمكن أن أتحكم فيه كما قلت، أديره أحركه كما أردت. وتسمعون يعني الاسم، اسم هذا الحيوان بالإنجليزية. نعم، إذن كانت هذه بطاقات للحيوانات البحرية. هناك بطاقة أخرى، ولكن علي الآن أن أخرج من هذا التطبيق وأذهب إلى تطبيق آخر، وهو تطبيق فوردي، أنيمال فوردي بالأخضر. هل شاهدتموه أم أعيد؟ نعم أستاذ. هل أعيد؟ نعم أستاذ. رأيتم التطبيق بالأخضر فوردي أنيمال؟ عندما yes, تضغطون yes. عليه سوف تخرج لكم هذه الحيوانات. أنا قد أخذت لاحظ الظرف، وضعت قطعت هذه الصورة إلى صور صغيرة، وضعتها داخل ظرف حتى لا يختلط الحابل بالنابل، حتى لا يختلط الأمر. والآن سوف نرى بعض الصور، بعض البطائق، مثلا هذه الأولى. أعتذر. نعم، إذا لاحظوا هذه سحلية، لاحظوا بألوانها الجميلة. هل رأيتم جمال اللون؟ أخبروني أكرمكم الله. إذا نرى الصورة حقيقية، يعني يمكن أن النت عندنا بطيء بس في الناس طلبوا الإعادة بعد إذنك لو كده. نعم سأعيد. إذا أول سأخرج ثم أعيد الكرة. هذه الصور هي التي أعطيتكم في الجدول. هذه الصور أستاذ حسن. نعم عفوا، هل ممكن استعمال صور أخرى مثلا صور حيوانات؟ لا 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 لا، كل تطبيق له بطائقه، وكل بطائق له تطبيقها الخاص. لكن يمكن، لا لكن هذا السؤال يمكن أن أجيب عليه بطريقة أخرى. كنت سأريكم تطبيقا آخر، يمكن لك أو لك كأستاذة أن تأخذي صورة ما من كتاب، من كتاب تدرسين به، صورة مثلا لكوكب، لحيوان، لكائن، وتجعلينه يعني يتحرك أو كأنه حقيقي، يعني تعززينه. ولكن عليك يعني مرحلة أخرى، الآن أعرفكم بما هو موجود. ولكن هناك الشق الثاني لهذا العرض، الشق الثاني يعني جزء ثاني، جزء آخر، هذا جزء عملي، يجب أن ننتج نحن هذه البطائق، يعني كيف ننتج نحن الموارد. وهنا أذكركم بما تقوم به مثلا الأستاذة منى سعداوي، منى سعداوي تسمعون بها. ليس كذلك منى سعداوي؟ استضافتها خولة مريش ثلاث حلقات أو أربع. أيوة تمام. نعم،
إذن هنا يجب أن نقوم بجولات أخرى لكي ننتج نحن مثل هذه الموارد. ندخل إلى منصة من المنصات التي رأيتم سابقاً، إما كوسبيس أو يونيت آر أو منصة نيربود أو منصة الأسامبلر أو منصة كوس ميرج ميرج إدو ميرج إدوكاتيف ميرج. إذن هناك منصات عديدة، كل منصة توفر لك موارد، وإذا أردت أنت أن تجعل لك موردا خاصا بك ما عليك إلا أن ترى بعض الأساتذة الذين سيساعدونك، ثم تنطلق لوحدك لكي تنتج ما تستطيعه من موارد. إذن سأعيد، هذه كانت إجابة على الأستاذة أنه كل بطاقة لها تطبيق، ولكن يمكن بعض البطائق أن نجعل منهم يعني نخلق منهم واقع معزز، ولكن علينا أن نشتغل على هذه البطائق من خلال منصات خاصة ذكرت بعضها قبل قليل. إذن سأعود إلى تلك التطبيق الموجود في أعلى الشاشة 4D Plus Animal 4D، هل ترونه؟ نعم. إذا سأضغط عليه وسيعطيني الشاشة بيضاء، عندما أسلط كاميرا الهاتف على هذه البطاقة سأرى هذا الحيوان يتحرك بصوته، ويمكن أن أتحكم فيه في حجمه، أن أرى بطنه. إذا قط سأترك لكم هذا الأمر، أنتم ستبدعون إن شاء الله أكثر مني. انظروا، أنا أقلب الورقة وهو كذلك، انظروا كأنه يلتصق بالجدار. إذن واضح بالنسبة لهذه البطاقة. هناك بطاقة أخرى مثلا الكلب الذي رأيتم في الفصل وهو ينبح، هو هذا بالضبط، انظروا إليه سيخرج من شاشة الهاتف. هل ترونه؟ انظروا إلى لسانه كأنه حقيقة. سمعتم اسمه بالفرنسية شيا دوغ، الدوغ. ثم هناك بطائق أخرى مثلا الزرافة، هي زرافة. في البداية أسلط كاميرا الهاتف ويمكن أن أتحكم في حجمها. لاحظوا أصابعي تحرك البطاقة. الآن ننظر إلى مؤخرة هذا الحيوان وإلى ذيله، وكذلك الكلب. لاحظوا الكلب يوجد أمام الزرافة، ولذلك عليكم كما قلت أن تقطعوا هذه البطاقات بطاقة بطاقة، وإلا سوف تختلط الصور في شاشتكم. الصورة جميلة، الكلب مع الكلب مع الزرافة، شيء جميل. يمكن أن أضيف هذه النملة، لاحظوا. إذن أصبح لدينا، سيصبح لدينا ثلاث أشياء، إذن حيوانات ونمل تحكم في الحجم. إذا ما رأيكم فيما رأيتم؟ جميل جميل، ولكن سيكون الجمال أكثر لو كان عندنا مصلات و
تحضروا يعني وجها لوجه. سنأخذ صور تذكارية مع هذه الحيوانات الجميلة. هناك بطائق أخرى، وأريد منكم أن تتصوروا شعور الطفل الصغير وهو يرى هذه الحيوانات ويسمع أصواتها، عوض ما نتحدث، عوض أن نتحدث له عن فيل نظريا، أو أن نذهب به إلى حديقة الحيوانات ربما لا تكون قريبة من سكنه، وعليه أن يتجشم مشقة السفر. إذن هذا هو الفيل، إليفون بالفرنسية، خلاص إليفنت بالفرنسية. لاحظوا بشرة أو جلد الفيل فعلا كأنه حقيقة، تجاعيد كثيرة. يمكن كذلك أن ترى بطاقات أخرى. إذن رأينا هذه مثلا بطاقة النحلة. إذن لاحظوا نحلة تطير. يمكن أن أتحكم فقط، لا بد أن تكون الصورة واضحة للكاميرا. إذا أدرت مثلا بطاقة قليلا قد تختفي النحلة، لا بد أن تكون الكاميرا في مواجهة. يمكن أن تغيير هذه أرى النحلة من يعني رأسها، أو أراها من أسفل إلى غير ذلك. هذا هو الحصان الذي رأيتم في القاعة يسهل، هذا هو الحصان. أستاذ، هل الإضاءة في داخل الغرفة أثناء تطبيق هذا البرنامج بتأثر على حسن الأداء؟ لا تأثر. هل سنطفئ؟ لاحظتوا لن تروا شيئا، لأن لابد لنا من كهرباء، لا بد من الضوء لكي تلتقط الكاميرا الصورة، يعني هي تمثل أعيننا، في الظلام لا نرى شيئا. إذن هذا هو. هناك تطبيقات، إذن هذا رأينا تطبيقات للحيوانات البحرية، وهناك تطبيقات أخرى، مثلا تطبيق آخر، مثلا إذا أخذنا هذا الكوسبيس هذا لا بد له من مكعب. إذا لاحظوا هنا على الشاشة تجدون بعض الفيديوهات أو بعض الصور عليها مكعب أعلى، توجد الصورة فيها مكعب. هل رأيتم الصورة التي فيها مكعب أعلى على اليسار؟ نعم الفرعوني. هذه علينا أن تستعمل المكعب. نضغط على Execute.
يعني أنجز. لاحظوا هذا هو المكعب، قبل أن تلتقطه الصورة كان مكعب عادي، انظروا ها هو مكعب أسفل، ها هو مكعب، هو هذا الذي طلبت منكم البطاقة أن تقطعوها وتلصقوها على هذا الشكل، هذا مكعب، واضح؟ واضح؟ نعم نعم للتفاعل. إذن عندما نفتح هذه البطاقة ونسلطها على هذا المكعب، انظروا ماذا ترون؟ فرعون، أو لا أحد مستغلين. ولاحظوا على هذه الواجهة توجد معلومات، لأنني أمسك الهاتف بيد وأمسك المكعب بيد آخر، لا أستطيع أن أكبر الشاشة. إذن أنسيان إيجيبت كليوباترا، هذه كليوباترا، كليوباترا كليوباترا، نعم كليوباترا. وترون فوق I will not be triumphed over، ماذا تعني هذه العبارة؟ جميلة كليوباترا. ماذا تعني هذه العبارة التي نريد أن تقول لنا مضمون الجملة الظاهرة فوق رأسها؟ هذا شوقية، هل تستطيعين قراءة ما هو مكتوب؟ لا والله مش شايفة أنا عن نفسي. إذن لاحظوا أن كليوباترا تتحرك. إذن لاحظوا مثلا في درس من دروس التاريخ نحدثهم عن المصريين القدماء، ها هم الآن يتحركون، أحياء يرزقون. انظروا إلى كل واجهة، كل واجهة من واجهات المكعب تحمل معلومة من المعلومات. هذه فقط صورة، ولكن فوق صورة متحركة. لكن كيف نحصل على هذه الصورة؟ لكي يعني نحصل على هذه الصورة، هناك أحد الأساتذة يعني المطورين والمجددين والمبدعين أخذ هذا المكعب من منصة، يعني داخل منصة أو من على منصة كوسبيس، ويستعمل أكواد، يعني هناك برمجة يجب أن نبرمج، عكس يعني ما كانت تفعله الأستاذة منى سعداوي. الأستاذة منى سعداوي كانت كأنها تؤثث مشهد من المشاهد، إما غابة إما بيت إما مدرسة، وكذلك الذين شاركوها في هذا الفعل. أما هذه مرحلة أخرى، أو لبغت أو كما يقال تمرين آخر، يجب أن نكون ملمين بالمبادئ البرمجة، مثل سكراتش، مثل كذلك برنامج آخر لميكروسوفت، الميكروسوفت ما اسمه، في لم أعد أتذكره، كذلك يستعمل نفس بيتون. لا ليس بيتون، هذه برمجة حقيقية، ماينكرافت نفس الفكرة، وكذلك سكراتش. إذن بنفس الطريقة نأخذ بطاقات ونؤلف بينها، فتعطي حركة، تعطي صوت، تعطي كلام إلى غير ذلك. إذن هذه مرحلة متقدمة، الآن فقط نحسس ونشرح ما هو هذا الواقع وكيف نستعمله، وإذا ما وجدنا مثل هذه البطائق الجاهزة أغنينا بها الدرس وكان الدرس ممتعا. لكن يمكن أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة، وهي أن ننجز نحن ما نريده، وهذه كما قلت يجب أن نوفر لها شيئا من الوقت والتفرغ. إذا لاحظوا أنسيا إيجيبت مكتوبة في الهواء. إذا هذه فقط مثال، أعطيكم مثال آخر، أعتذر. إذا أرجع إلى كوسبيس. بالصورة لاحظوا هنا مثلا، سأخذ هذا الفيديو الموجود في أعلى الصورة
أو لا على اليمين، على يمين الصورة، على يمين الشاشة في الآلة، سوف أضغط عليه. هذا لا يحتاج هذا، وأضغط على إكزيكوتي. إكزيكوتي بالإنجليزية لعل ران، ران أليس كذلك أستاذة أستاذة مروة؟ نحن لغتنا الأولى والتي نتقنها هي الفرنسية، أنتم الإنجليزية. إذن إكزيكوتي هي ران، ونضغط على فيستور 1 أور 2. إذن ماذا تلاحظون هنا؟ شارع، ونتنقل فيه بهذه الأسهم، نتقدم، ندور، ننظر إلى الأعلى، نتقدم في هذا الشارع، نسير، ثم نحرك الشاشة لكي ندور يسرى يسار إلى غير ذلك، نتقدم. إذن هذا لا يستعمل المكعب، رغم أنه نفس التطبيق ولكنه لا يستعمل المكعب. ماذا يستعمله؟ وهذا الذي كانت تفعله الأستاذة منى سعداوي، هذا لا يحتاج إلى برمجة، وإنما هذه الأشياء كلها موجودة في كوسبيس، ما عليك إلا أن تضعها في مكانها. وهذا شخص يعني فنان، شخص ماهر، الذي وضع هذه المشهد أو هذه المشاهد التي ترونها، يعني بدها عمل كما يقال المصريين أو لا الفلسطينيين، إخواننا الفلسطينيين بدها. إحنا كنقولوا نحن في المغرب نقول خاصها، بدها خاصها، خاصة شوية الخدمة، بدها قليل من تحتاج إلى عمل، يعني بدها تحتاج إلى عمل. نعم. ثم أسير في الشارع، أسير، أتقدم. أدور 360 درجة، 360 درجة. وبطبيعة الحال هنا مثلا المواد الأدبية، اللغة العربية، إنجليزية، فرنسية، يمكن أن يعني ينسج رواية أو يؤلف رواية أو مسرحية أو إلى غير ذلك. إذن نكتفي بهذا القدر فيما يخص هذا التطبيق. كذلك هناك تطبيق جميل، وهو مثلا تي فيرتويال تي، هذاك القميص الأزرق، قميص أزرق. يعطيك العافية أستاذ، يعطيك العافية أستاذ، ما شاء الله بارك الله فيك. أنا فقط القميص لم يا أستاذ، لأنه لا عن جد حاضر قيمة، وحابين الناس يكون التطبيق العملي لحاله. والله إنني مرتاح جدا، لأنني أشعر بسعادتكم فتزداد كذلك سعادتي وأرتاح. على كل هناك الكثير من التطبيقات، إن أردتم أن يعني أريكم بعضها وكان الوقت يسمح لكم فمرحبا. أعتقد أنه خلي للقاء ثاني إن شاء الله، تتأخر في دوام عند الناس بيطلبوا منك لأن استمتعوا جدا في المحاضرة، أنه يكون في لقاء خاص للتطبيق العملي مباشرة، يطبقوا معك مباشرة وشوفوا كيف الخطوات أول بأول، شو رأيك؟ نعم متفق، أتفق معكم. ممتاز، إذا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك، ما شاء الله، يعني عن جد محاضرة قيمة ورائعة وسلسة، ما شاء الله. إذا بدك تضيف أي شيء قبل ننهي. هذا فقط سأعطيك الملف على الواتساب، هذا الملف كاملا بفيديوهاته إذن هل... ما شاء الله. إذن هل ترون الآن؟ نعم نعم، رأينا هذا كأنه السمكة طالعة من الشاشة، رائع.
إذن هذا الذي أريدكم أن تحصلوا عليه مثلاً في مؤسساتكم بالداتا شير. ما شاء الله ما شاء الله. أرحب بكم. هذه هي القرش الذي رأيتم قبل قليل على شاشة الهاتف، كانت صغيرة ولكن انظروها الآن كيف هي. مجموعة كأنه حقيقة. صحيح. الآن أنا لا في الصورة هنا في الفيديو لا أرى هذه لا أرى هذا القرش، من يراها؟ هو الأستاذ الذي التقط لي هذه الصورة، هو الذي أشار لي أين أقف وكيف أحرك يدي وكأنني ألمسها وكأنني أنظر إليها. إذن كانت هذه من جهة، من جهة ثانية سأتقاسم معكم بعض الكودات لهذا هذه الورشة إن سمحتم. نعم. لما مشرت الكودات أخذت كود هاتي من الPDF اللي إليك لحضرتك وكمان نشرت هنا على الشات. طيب ممكن تبعثهن تبعث لي إياهن أستاذ كمان مشان نمسمر وتحطهن على اللينيوت. طلبنا منهم يكتبوا آراءهم على اللينيوت كمان نضيفهن على اللينيوت. مس مروة لو سمحت تضيفين على اللينيوت. حضري أستاذ. نعم الكودات اللي أرسلهن الأستاذ الآن رح يرسلهن على الشات عنا. حطيهن على النيوت عشان يستفيدوا من النقاط إن شاء الله في مايكروسوفت اللي إلهم، لأنه في ناس مش عارفين شو هم. اللي مشارك في مايكروسوفت، اللي مش مشارك يتركهن عادي. في الحصة القادمة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية في الحصة القادمة قبل أن نبدأ الورشة سوف نريهم كيف يتسجلوا في على موقع مايكروسوفت ويضعوا هذه الأكواد خصوصا، وقد يحتاجون لهذه لهذا الموقع. نعم. إذا أنا وعدتهم في آخر اللقاء لكن الآن الكثير خرج لأن الوقت تتأخر في كثير دوام علينا. إذن أشكركم على حسن انتباهكم وعلى إصغائكم وأعتذر منكم إن لم أوصل فكرة كما يجب أن توصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك أستاذ حسن، ما شاء الله عنك يعني أبدعت، كل ما قدمت كان رائعا من معلومات من طريقة سلسة من هدوء، ما شاء الله عنك بارك الله بك. نشكرك على تلبية دعوتنا لهذه الورشة التدريبية أستاذة مروة. بارك الله فيك. ألف شكر يا أستاذ حسن جزاك الله خير. هذا شرف لي أستاذة مروة تقدمي لي مرتين، هذا شرف لي أستاذة مروة. بارك الله فيك وسدد خطاك وأعانك في حياتك العملية والشخصية. والسلام عليكم. أمين. وعليكم السلام. شكرا لك يا أستاذة مروة على تيسير اللقاء وشكرا لكل الأكواد حضرتها في اللونيت يا أستاذة شوقي. شكرا بارك الله فيك، يجعله الله في ميزان حسناتنا جميعا. بارك الله فيكم، شكرا لكم جميعا لكل الحضور من كل الأقطار العربية. شكرا أستاذة شوقية. العفو، حياكم الله. وإن شاء الله التسجيل بس أرفعه على اليوتيوب بزودكم فيه على الواتساب إن شاء الله. إن شاء الله كمان. شكرا عليكم. شكرا. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الله معكم. مع السلامة.